أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قال نائب رئيس الوزراء علي علاوي إن الالتزام العراقي بالاتفاقيات التي فاوضتها أوبك يجعله غير قادر على زيادة صادرات النفط استجابة لارتفاع أسعار النفط العالمية واضطرابات الإمدادات المتعلقة بروسيا. وأكد علاوي أن تكاليف الحرب الروسية الأوكرانية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة والقمح والسلع الأساسية الأخرى. وأضاف علاوي أن أسباب بقاء العراق في أوبك جرى التأكيد عليها مؤخرا من خلال اتفاقية خفض الإمدادات التي تقودها السعودية. كشف مسؤول في وزارة التجارة عن أن أسواق العراق ومتاجره شهدت إقبالا محدودا في شهر رمضان مقارنة بالعام الماضي، وأضاف أن المواد الأولية في كل الصناعات شهدت ارتفاعا واضحا في الأسعار نتيجة قيود كورونا السابقة والحرب بين أوكرانيا وروسيا. وبيّن أن هذا الارتفاع أثر تأثيرا سلبيا على المائدة العراقية في شهر رمضان وأفقدها الكثير مما كانت تحويه سابقا، وصار الاعتماد على الأساسيات التي هي أيضا ارتفع سعرها عالميا. قالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد إن هيئة الحماية تعاني عجزا ماليا في دفع الإعانات الاجتماعية هذا العام بلغ مقداره 136 مليار دينار. وأضافت سجاد أن على الجهات ذات العلاقة تضمين تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لا سيما مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة في البلاد. من جهتها دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية البنك المركزي إلى تقليل مبالغ عمولة إعانات الحماية للمستفيدين، مطالبة إياها بعدم تمرير القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ما لم يتضمن تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية. احتلت دولة قطر المركز التاسع بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022 وفقاً لماكنزي أند كومباني ونو إنسايدرز. وجاءت قطر قبل سنغافورة وبعد ليشنشتاين وسويسرا والنرويج ولوكسمبورغ والولايات المتحدة وأيرلندا. الدخل القومي الإجمالي هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يكتسبها الأفراد والشركات في دولة ما، ويستخدم لقياس وتتبع ثروة الأمة من عام لآخر، وهو يتضمن الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى الدخل الذي تحصل عليه الدولة من مصادر خارجية. انتعشت أسعار النفط يوم الأربعاء من خسائر حادة في الجلسة السابقة مع سيطرة المخاوف بشأن تقلص الإمدادات من روسيا وليبيا، بينما أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا لتصل إلى 108.23 دولارات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للشهر القريب والتي ستنتهي يوم الأربعاء ارتفعت 94 سنتا لتصل إلى 103 دولارات ونصف الدولار للبرميل الواحد. وشهدت أسعار النفط العالمية تقلبات مدفوعة بتقليص توقعات المعروض بعد العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم والمورد الأوروبي الرئيسي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام المجزأ الاقتصادي، دائما كونوا في رعاية الله.